هذا متحف الشرطة القومي، وهذا مسجد محمد بن ناصر القلوون. انا قلت متاحف. لا لا لا، يعني هذا السجن. عندنا هنا حوالين السجن برجين. ايوه الجندي يقف هنا ويدافع لو القلعه اقتحمت. ايوه بصوا بقى، بصوا بقى. ايوه الفتحه دي في البرج واسعه من بره، ليه؟ عشان اللي جوه يضرب في اي اتجاه، هنا او هنا، يحرك كده، انما اللي بره ما يقدرش يضرب عليه، هو هيجي كده او كده. يا سلام، تعال نشوفه من جوه. شوف الفكره، تكتيك فعلا، تكتيكات العسكري الاصلي. حديد شكله، شكله ألف واحد ما يقدرون يهدون، خشب. اسمه ايه؟ سجن ايه؟ القلعة. ايوه ايوه. عجيب، شوف كذا فتحة صغيرة ومن داخل شواسع، يعني ده نموذج للبرج اللي بتاع القلعة. أيوة. في الجندي هنا ويضرب من اللي فتحها دي، بص سميكة ازاي عشان يضرب عليها. دي للزيت المغلي، دي للسجن طبعا. دي للزيت المغلي، وهذا ودي للزيت المغلي، هذا للزيت المغلي. الله. ايوه دي العربات الملكية اللي كانت بتطفي الحريقة. أول ما ظهرت كانت عربية بجرها حصان. أيوة. من ما تلزقش فوق الزوار، اتفضل مع الله. لما اتطورت شوية بقت عربية بالموتور. ده سلم بيطلعوا عليه. أيوة. جهاز إنذار، جرس، طفية حريق. أيوة. تعالوا. النهاردة بقى لما يعافي ربنا يعافينا بالطيارة أو الباخرة بتطفي. بالباخرة. ايوه ايوه ممتاز. دي الاوترا اللي اتعمل لها خليل اسماعيل، ولكن اتحرقت في السبعينات واحنا عملنا واحده بدل. فعل ولا دي؟ لا ايه هي، ايه هي يا محمد؟ حريق دار الاوبرا الخديوية. اسماعيل اوبرا. اوبرا. دار للفن، دار للفن. وهذا حريق. ايوه. امال المدفع فين؟ اهو. هذا السجن.